بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم الإخوان، تحياتي لكم جميعا وتبارك الله عليكم، تقبل الله صيامكم وبصحة فطوركم، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى باش يتقبل منكم كل الأعمال الصالحات. الإخوان نكملوا إن شاء الله الرحمن الرحيم السلسلة ديالنا، اللي هي السلسلة كتهضر وكتكلم على كل ما يتعلق بالتلقين، كل ما يتعلق بالتلقين من جميع الجوانب. ودائما الإخوان احنا نعتمد او جل المواليع اللي عندهم تجربة، وتحياتي لكل مولوع كيعتمدوا يعني على التجربة، وإن صح التعبير رأس المال المولوع هو التجربة. فتكلمنا وكانت الحمد لله يعني بداية السلسلة هذه كانت ردود فعل من عند الناس اللي هي جد طيبة، وكانت تفاعل قيم، والناس الحمد لله كتشجع في هذه البرامج هذه وهذه المسائل اللي كتنفع الموضوع من كل الحمد لله هذه الهواية دي من كل جوانب. في خلال يعني الحلقه اللي ديال اللي دازت يعني الحلقه الماضيه اللي تكلمت فيها على خاص المولوع يعتمد على الطائر يعني الحسون، الا بغى يشري شي هجين ميستو يعني يعتمد على البو ما يعتمدش على النتوه. وعجيب سبحان الله العظيم، يعني اتصل بيا واحد الاخ عبر الكومنتير، سي هشام بودينا، وتحياتي ليه، اخ طيب ومروع كبير تبارك الله، من الناس الطيبين واخلاق صراحه احبه في الله، وكيزكي هاد التجربه وهاد الكلام ديالي لانه هو جربها. قال لك ودي راه جربت انا واحد الطائر مقنعين اللي هو خلوي وما كانش فيه شي كلام ولا شي حاجه، يعني هو ماشي تلهيه كيف كيقولوا المالع ناقص، وجربته مع النسوه ولبسات ديالو خرجوا ماشي تلهيه، خرجوا عياني، ونفس النتوه، سمعوا الاخوه المهمه هذه، نفس النتوه دار معها طير اللي هو كان يعني قرع وحفظه من الطيور ديال الكوبيه. قال لك خرجوا هاد الماستا الوليدات ممتازين، وهذا الشيء كيفرح ملي كنسمعوا التجربه. مازال الحمد لله والكلام ديالنا يعني غادي يعني كاينه واحد البشره ديال الخير من خلال هاد الكلام اللي كنهضر به وكنتكلم به، وهذا الشيء راه كيعرفوه جميع المباريات. فالاخوان دائما كنقولها لكم، التجربه ديالكم هي راس المال كل مولوع. غادي نكملوا ان شاء الله، كنا وقفنا عند الكاخون، كنا وقفنا عند الكاخون وعند المقنين، باقي ما تكلمناش عليه، وقلنا بانه هو راه غير خاصو يبقى عريان داخل الكاخون، وقلنا الميستو خاصو يدار في الكاخون، وقلنا واحد بعجاله تكلمنا يعني على المده الزمنيه ديال السمع وديال شحال خصك تحل عليه. نعاود نذكروا هادشي باش نوضحوا بعض الامور بالمنطق وبالتجربة، باش ما يبقاش كل واحد هكا يهضر وأداوي. كاين اللي كيدوي من أجل رأى أنه دواء، أو من أجل رأى أنه جاب شي حاجة جديدة. حنا ماشي ضد الجديد، حنا ضد واش كاين هاد الكلام اللي كتهضر به ومحل راسك به وعبر المواقع، واش عنده شي نتيجة. ها الإخوان، الله يرحم الوالدين، انا بعدا كنقول لكم واحد الوصيه، اي واحد اللي بغى يتبع شي واحد في المنهجيه ديالو، في التجربه ديالو، او في كلامه، او في جميع الدروس اللي كيدير، يتبع واحد، ما يتبعش هذا وهذا والاخر والاخر، وفي الاخر ما تخرجش ليه النتيجه ويقول لك هذوك اداوين، هذوك اداوين، ها هضره تا حنا راه ما خرج ليا والو، لا العام الاول ولا الثاني. لا، تبع واحد فيهم اللي
ارتاحيتيني وطمأنيتي سير معاه باش تشوف داك الشيء الكلام اللي كيقول واش هو غادي يخرجك وغادي يعطي النتيجة. انا بعدا وصية مني لكم، الله يرحم الوالدين كاع الناس اللي كيحبونا، اللي كان عجبو مرتاح ليا يتبعني انا باش نشوف النتيجة. نهار غتشوف النتيجة ديالو بغيت نتحاور معاه شنو هو فين وصل اش دار باش نعرف واش انا على صواب واش جربتي على صواب تاني باش كنستافد منه حتى هو من خلال اشنو من الاخطاء اللي دار اشنو من اللي ما ركزش عليها كنبقاو نتحاوروا في حكوه تنوصلوا للهدف. ماشي اللي جاي يهضر وتكلم تاخذ من هذا ومن هذا ومن هذا، لا حنا باغي نوصلوا الرساله وباغي الناس تنتج. الا غنتكلموا على الكاخون الاخوان، الكاخون فيه ضرر واحد، ضرر واحد كيف كاخون هو الى الطير انت درتي واحد كيف كيقولوا واحد البيتيس درتي واحد الحاجه اللي ما كتعجبش كتعوم وسط كاخون. هذه الاولى كتكب الماء للطير حتى كيتكفح وعاده كتخشي في الكاخون كيهبط لتحت كيولي الغموله كتولي الريحه كتولي الميديتي كيولي الطير كيشم في الميديتي وما عندوش واحد التنفس مزيان كتصدق انت كتساهم في التنفس ديال الطائر ما غيبقاش هو هذاك. يعني بحال انت كتسعى باش يكون هذاك الطائر فيه لازم او شيء من هذا القبيل، ما كتبقاش عند الطائر في التنفس ديالو ودوك القدرات ديالو باش هو غادي يؤدي لك داك الاداء اللي بغيتي انت. اذا الميديتي البروده هي المصدر الوحيد ديال الجهاز التنفسي، ما تبقى ما كاينش تاثير. غادي نهضروا على السخونيه الصهد، راه الفراخ راه الناس عندهم الفراخ كتوصل في الجنوب في الاعماق ديال البلاد مراكش شوفوا ليه 50-54 درجه والطير كتلقاه صويب عاده كيفرح. اي حاجه فيها الريش هي كتحتاج للسخونيه، راه الدجاج ملي كيديروه في داك راه كيديروا ليه البولات والسخونيه باش كيطلع. هاد الناس ديال حنا المنهجيه اللي غاديين عليها واللي قدوه ديالنا في بعض الامور كاع ديال هادشي ديال التلقين هما الاسبان، كلهم كيخدموا بالكاخون، كلهم كيخدموا بالكاخون وما عمر كانت السخونيه كضر الطير ولا كتاثر عليه والبشار كاع وما كتعطرش عليه السخونيه. راه الناس في جده وفي المدينه وفي كاع الخليج كله درجات الحراره ما شاء الله كتلقى راحتك انت كاع بديك الحراره. كاين اللي عنده الضيقه وداك الشيء كيصيفطوه غير البلاصه اللي فيها الحراره باش كي الحمد لله كيصح الجهاز التنفسي ديالو، ما عمر الحراره كضر. الله يرحم الوالدين. هو طير يكون نقي، دير شي حاجه شي فراش بالبلاستيك ولا حنا هاد السيد اللي كنتعامل معاه نقول له اخويا دير ليا واحد الحاجه باش تنعوم الطير ولا شي حاجه ما يهبطش ليا الماء تما، ومره مره نجبدها ونغسلها ونشمشها وما عمر الكاخون يكون فيها الميديتي ونحل عليه. كيف قلت لكم 24 ساعه الى عندك كل نهار نحل عليه في العشيه ولا ثلاث ايام كاع ما تخاف كاع، راه الناس مخرجين الطيوره الجبابره اش يقول لكم شي واحد المسائل اللي كدير. انا الاخوان انا راه ما كنتسلط لحد ما متبع لحد اش كيدير، اقسم لكم بالله ما عندي راه كيوصلني داكشي راه كلشي كيصيفط لا سمعنا هذا سمعنا راه كيوصلني ما عندي ما ندير. حنا ما كنخرقوش حنا كنقولوا تجربه، جربتي واحد القضيه وصدقات وعطات وهذيك هي اللي خاصك تقول للناس، ما عطاش بسع منا. هادشي اللي كاين الاخوان، ولهذا الاخوان انتوما حاولوا تحافظوا على باش ما تكونش الميديتي داخل الكاخون. المساله الثانيه يا اخوان وجد مهمه باش الانسان يبقى يعني هو كيحفظ وكيكونترولي اش كيدير. ملي كتدخل واحد الاولاد هما الاولين، كتدخل واحد الاولاد هما الاولين بقيتي عليهم زونتيهم وبديتي كتعامل معاهم في هذه المساله ديال الكاخون، ما تجيبش ولاد اخرين وتبدا توكل فيهم حداهم
وهما كيسمعوا داك التشباط، شي كيسمع التشباط شي كيتسمع باقي كاع ما تفسر داك التشباط من الاولاد، لا ديرهم بلاصه بوحدهم، خليهم ما تاكسيتيهمش، ما يبقاوش دايرين بالهم كاين اللي ولا على المستحمي راه كاين اللي انت ما كتخليش الطير على راحته. ما عمرك توكل الطويرات الاخرين اللي دخلتي جداد على دوك الطويرات اللي كاينين لداخل. سمحوا لي هذه من جهه. المساله الاخرى الاخوان كيف قلنا يكون واحد لا ديستونس، واحد لا ديستونس ما يكونش كاخون فوق كاخون فوق كاخون، واحد لا ديستونس ما بين الواحد على الاقل واحد جوج متر دو متر، واحد جوج متر. وتكون عندي الشجاله ولا داك لومبلي ولا اي وسيله من الوسائل اللي هي غنخدم بها في سواء الكارت ميموار او اليو اس بي، هاد الصورتين اللي كاينين هنا نشوفهم ونشوف لا صورتين اللي عندي. عندي دو صورتي، عندي هنا اربعه ديال اللي كاخون وهنا اربعه ديال اللي كاخون. هاد الصورتي كتمشي لهادو وهاد الصورتي كتمشي لهادو، والطريقه باش تمشي كتمشي طريقه ديال الواد، وكيخرجوا منه منابيع. خيط واحد اللي طويل كيمشي حتى للراس، مثلا غدور من هنا وغتمشي يمشي حتى ليه، ما يكونش مقطوع. ولكن هو الا بغيتي تخرج من واحد لواحد كتخرج منه، هو كتجرح هذا منه شويه ومن هنا شويه من الاخر، من البلوس ومن الموه، من الاحمر والكحل صديبو على الخيط اللي عندك وهنا، وكتخرج واحد بحال الويدان. هو كيبقى غادي طول وكتخرج الواد لهذا الواد لهذا الواد لهذا، يعني خيط كل واحد عنده الكاخون ديالو باش الكلام ما كيتقطعش. لان بعد الخطرات الا كان هذيك في من خلال هاد اللي كتستعمل انت، الا كان كيخرج مونو كيمشي لصورتي وحده، كان كيخرج ستيريو كيمشي للجميع، لان لا صورتي ديال لا سونيزاسيون كاينه ثلاثه كتسمى، كاينه دولبي ديجيتال، وكاينه الهيلفي داك الهيفي كما يتعلق بكومور ديال ستيريو، وكاينه سميتو مون كيكون في جهه وحده. هاد باش كتعرفهم، هاد الجاك اللي كيكون عندك كاين اللي كيكون فيه ثلاثه ديال الخطوط كحلين، هاد الجاك اللي كيدخل في التليفون او الجاك اللي كيدخل في واحد لامبلي او الجاك كيدخل في يعني في واحد الباف، فيه ثلاثه. إذا كان ثلاثة هذا الدولبي ديجيتال. ما معنى الدولبي ديجيتال؟ هو كل ما يتعلق بالهوم سينما، ما صالحش لينا هذا، هذا ما خدامش لينا. وكاين اللي فيه غير واحد، فيه خط واحد، هذاك ديال ستيريو ديال المونو جهة وحدة، ريفت ولا ليفت جهة وحدة، هذاك ديال يعني كوش دروا تخدم لك الكوش. وكاين اللي فيه جوج، هاد جوج هو ستيريو، هذا هو اللي خدام لينا جاك في حاله اللي بغيت تخدم انت عندك شي اونبلي. ولهذا الاخوان مزيان تكون صورتي غدا هنا ومزيان تكون صورتي غدا هنا، هادو اللي كيمشيو كيمشيو الكلام كامل، باش ماشي مع الخطرات انت كدير كتمشي كدير هذا كتوصل ليه وتاخذ منه هو وتوصل لاخر، كتوصل لك شي خطره كيوصل الكلام هنا والتيرميناسيون كتسمعها هنا، ما كتسمعش الكلام كيتفرق. حاول الكلام يكون بهذه الطريقة هذه. ومرة مرة كنمشي وكنسمع لهذاك التويتر اللي دير انت واش الكلام واصل ليه ستيريو، يعني كله ملي كيتضرب لابيل كيتضرب كامل لابيل هذا 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 حتى نكمل ديك التركيبة ديالي. ما تعقش ديما نبقى معاه بحالك باش نعرف راسي باش خدام، راه الصبر ديال واحد الساعة غيخليك خدام على خاطرك. هادي أمور يعني ضروري الإخوان تكونوا دايرين معاها البال ديالكم، الله يخليكم. في مسألة ديال يعني ديال التشماش ديال العمال راني تكلمت عليها، كنخرجهم كنشمشهم باش أحسن حاجة واحد واحد، وما تخرجش ليا الميستو مع المقنين، ديما المقنين واخا دير شي جوج نوب الأولى نعومهم قبل ما نشمشهم، نعومهم وعاد نحطهم للشمش باش ما تجيهمش ديالي، ماشي نخلي تاي تشمش وعاد نديرو. هاد المسألة الإخوان ضرورية تاهي خصكم تكونوا غاديين بها. الماكلة دائما ملي تكون تمثالي أي حاجة زوال عندك
نحطو في الشمس، ديك مالي طوبة نحطها في الشمس، أي حاجة الشمس كطهر لك وكتحيد لك كاع دوك الميكروب للطير. هذه من جهة. مسألة أخرى الإخوان، يعني كبداية التوقيين أنت كتعامل مع واحد الطائر اللي غريب عليك وما عارفش يعني لا كاباسيتي ديالو كي داير، لا ميموار ديالو تاني غيمشي معاك، لأن الطائر يعني راه ماشي كيخزن الكلام، يعني كيعمر كتعمر ليه هذيك الميموار اللي عنده، وملي كتعمر ليه كيحبس ديفينيتيف، ما عمرو غادي يتبدل. شوفوا الاخوه، دازت عندي انا تجربه يعني صدمتني، اقسم لكم بالله. طائر في حقيقه كيحفظ على حسب الانتيليجونس ديال الطائر، الذكاء ديالو كيتبدا من شهر حتى لشهر و15 يوم، 45 يوم، 45 يوم حفظ الطائر، وهادشي تكلمت عليه سنين، هادي 45 يوم ما بقاش عندك الشك كيحفظ. هاد المرحله ديال التخزين وديال بانه الميموار ديالو يعني راه الحمد لله ده ما كافياش في الحفاظه. علاش الطائر ملي كيكون باقي خضر معرض للتغيير ديك الشيء اللي حفظ، تشد واحد انت اللي قلتي حفظ 45 يوم تشدو وتبيعو لواحد هكاك، وهذاك الانسان او تعطيه لواحد، هذاك الانسان عنده طير حي، عنده ميستو ولا مقنين حي، والطير باقي خضر باقي كاع ما خرج من الكلام، باقي كاع ما يعني ادى داكشي ديال اللي حفظ. كون على يقين جوج الحوايج، الاولى يقدر يقلبوا لك هذاك الطير كامل ما غتسمع فيه حتى كلمه، حتى كلمه ما تسمع من داكشي اللي حفظتي انت، امحي لي هذاك الميموار عنده، هو محش الحي متاثر بالحي، لقى راحته مع الحي عطى، لان الحي اشنو الدور ديال الحي الاخوان؟ الحي دابا حنا الحفاظه كدوز من ثلاثه ديال المراحل، الاولى ديال الطير خصو يحفظ، الثانيه خصو يؤدي يبدا يعرض، الثالثه هو يبدا يستف الاوردن، يعني كيلقى صعوبات. مي يجي هو فين يصول كيلقى صعوبات اللي كيدوز منها، كيطلب مجهود، فالحي كيعطي هذا الشيء مره واحده، كيعطيه الحفظ وكيعطيه الاوردن. الطير اللي كيحفظ على الحي كيدوي وكيتكلم قبل ما يدوي هذاك اللي حفظ على الاوديو، في ساعه تكلم في ساعه خرج الهضره في ساعه انت كتبقى كتشوف، وهذاك اللي اللي هو حفظ على الاوديو كيتعطلو لانه صعيب، خاصه ولاد العش. مسألة أخرى كتعشتها الإخوان، سبحان الله، طيور عندي كانوا عندي ديور الكرية، هادشي شغا نقول لك 91 92 93، يعني قبل ما نبني أنا هاد الدار هادي كنت ساكن في واحد العمارة بارطمان عطينا لوسيبي، كنت كندير الكرية، كاين البالكو ومنو الكوزينة، من كيشوف الكوزينة منها كتخرج البالكو، وكنخرج انا وكنتقابل مع الكريه كريات ديرو، تصوروا عندي ثلاثه ديال المقارن، ثلاثه ديال المقارن، كاين اللي عنده عامين كاين اللي عنده ثلاثه سنين، ونتاوي كيجمعوا في العش، وهاد الطيور جايين للصوره. تصوروا الاخوان، اقسم لكم بالله، وهذا رمضان المبارك سعيد، الى جبت طير وكتشريته من عند واحد السيد الله يرحمه كان سميتو المكناسي، كان كيبيع ويشري في القريعه، يبيع هادشي ديال الطيور ديال الروفولي، كيشد الروافل مع الناس وهذا كيبيع، دخل الطير ديال القصر، قال لي سام جيد هاد الطير راه من القصر، راه حافظ في القصر، هو في العين هذاك الطير فيه واحد الشبح تبارك الله،
تبارك الله احسن الخالقين، كيضرك في الودن ديالك بواحد الصوت ديالو، القمه ديال الصوره. كيف دخلته انا وحطيته في الكوزينه في البلاصه اللي فيها الكريات، طير مصعصع، مجرد ما كيضرب نتاوي كلشي كيتاتي، كلشي كيريح. الغيره ديال الطيور اللي عندي كيسمعوا نتاوي كيتاتي وكيبركوا، داك الطير اللي كيضرب هزيتي طيور في سيمانه، هزيتي طيور وحطيتي طيور كلهم بثلاثه، كي اللي عنده عامين ثلاثه اقسم بالله الا ولاو كيضربوا ليا نفس الكلام ديال هذا الطير، تاثروا من خلال دوك النتاوي اللي كيبركوا لها الطير. وكان عندنا شي طيب في الصغر ديالنا ايامات، يعني صاحب والدريات كان كيشوف شي واحد كنشوفوه واعر قافز مع الدريات والهضره كيفاش كيهضر، كنوليو حتى حنا كنبغيو نهضروا بحال الله يسمح لنا باش مع النتاوي وداكشي الى اخره. على اينا الاخوان، يعني مقنين هاد المساله هذه، ما عندوش واحد التغاريد ستاب، يعني هي الا الله اعلم، الا واحد المساله اللي كتكون انا نقدر يعني نوافق عليها بان هذاك الطير ما يدورش، الا الطير اللي دوز الحفاضه معباه في الصغر كامل، جبتيه انت ولد العام حمر سالا شد من باه حمر صافي من الطبيعه. اما الطير ديال الحفاضه اللي كيكون كيتلقن سواء من عند عندك في الدار، يعني من الاوديو ولا من شي حي، ولا كون على يقين يلقى الطير اللي غادي يطربو ومصعصع اكثر منه يقدر يمشي ليه، ولا ما مشاش ليه كامل يقدر يجي فيه النص. ولهذا الاخوان ديما الطير نحافظ عليه وما نديش خضر ملي يكون باقي خضر باقي ود العام، واخا يبان لك داودش ما نديش الكونكور، الطير عامين عاده خاصو الكونكور، شحال من واحد ضاع عليه الطير ديالو في الكونكور. وكاينه مساله اخرى باش ما نطولوش في هذه الحصه هذه، راه قلت لكم هذه المواضيع راه طويله، لان هذه ولاعه كناقشوا ولاعه، كتلقى تلقائيه الاوراق لا ما حاط والو، راه ماشي غادي نخزن الورقه تحت مني هنا ولا لهي ولا هادو كنشوف وكنهضر معكم، كنهضر معكم ولاعه، هادشي تجربه، هادشي اللي عطى الله، كنوصلوا من القلب للقلب، ما كنخزنوا والو الاخوان. واحد المساله الاخوان ديال الطير كيخرج عندك انه بلول تحفظتيه وخرج بواحد الريبيرتوريو، هذاك الريبيرتوار اللي خرج بها خرجات يعني قليله وتكلم بها وصال. العام الاخر كيدخل البداله وكتعطي حتى نفس الكلام وكيجيب كلام اخر جديد، وكتقول ترى عطيتو هذا العام كلام وجابو. هو الطير جوج الحوايج، هو غير كان حافظ في الصغر ديالو حافظ، وانت اللي درتي ليه واحد المسائل في ساعه صولتيه، في ساعه خرجتيه الشمس العمان، الطير ملي كتزرب عليه في كتوجدو في ساعه كينسالك شي كلام كيلوحو كينصلو، العاب الاخر كيجبدولك. الطير كيخزن، الطير خزان الكلام وممكن يدور الاخوان، هادشي اللي كاين. تبارك الله عليكم الاخوان، الولاعه زينه الا خلاوها زينه، والله يزين اياكم وتبارك الله عليكم، تحياتي لكم جميعا.